إذن إخوان هذه هي الـ L850 اللي عوضت الإبسون L805. إيه هذه هي السير القديم اللي كان الإخوان. هذا كان كيخدم دي تي إف وكيخدم يعني بابي فوتو، هي فيها حتى لي فوتو. هذه هي القديمة الإخوان اللي كانوا كيتبعوا بها الدي تي إف، تفهمنا؟ دابا خرج السير الجديد اللي هو هذا الـ L850. هذا الـ L850 حتى هي فيها ديك الشيء رائع الإخوان، من ناحية السرعة ديالها زايدة على القديمة، فهمتوا؟ يعني من ناحيه السرعه، من ناحيه ديال لي زونكرا تقريبا نفس الكونسومابل، يعني من ناحيه الديزاين ديال الخارجي جا رائع جدا. خلينا غادي نفتحوا له الماكينه وحدكم اخوان ونكبوا له المداد ونتيستيوها الاخوان، وغادي تشوفوا داك الشيء رائع يا سالم. وهادو هما لي زامبريمونت الاخوان من الفئه الاقتصاديه، تخدم لك واي فاي وتخدم لك حتى سمارت، يعني بالهاتف كما كتشوفوا الهاتف، يعني تخدم لك حتى بالهاتف. والديزاين ديالها صراحه ما كبيراش بزاف، ممكن ديرها في بيرو وديرها في اي بلاصه. اذا على بركه الله اخوانا اخواتي، كما تشاهدون هذه هي اله الابسون L850، رائعه جدا، ممكن تخدم بها بزاف ديال الاشياء كيف ما قلت لكم الاخوان. هذه الاله هذه تخدم بها دي تي اف وتخدم بها البابي فوتو الناس ديال الاستوديو، ويخدموا بها الناس ديال اللي كيخدموا لي كارت بي في سي. اذا يا اخوان كتجيب بحال هيدا، هادو هما الكتب اللي كيجمعها، المهم كتاب التعليمات كيفاش دير المداد الى غير ذلك. بالنسبه يعني جميع التعليمات غادي تلقاوها في هذا الكتاب، وكذلك السيبورت ديال البي في سي. اذا غادي نبداو نفتحوا الاله. بصراحه جات ديزاين زوين، داك الشيء يا سلام. والاله صغيره، تقدر ديرها في بيرو كيف ما قلنا، تقدر ديرها في اي بلاصه صغيره، لان حتى الحجم كيلعب الدور. كانت ماكينه كبيره ما عندكش كيفاش تقدر ديرها الاخوان في شي بلاصه اخرى، تفهمنا الاخوان؟ هذا هو اللي كاين. بالنسبه للماكينه ما كيجيش فيها السكانر. بالنسبه للثمن ديالها، نبداو بالثمن ديالها. الثمن ديالها ما بين 4000 درهم حتى 4500 درهم، كل واحد بشحال كيبيع، تفهمنا اخواني اخواتي؟ دابا كنحيدوا لها داك يعني الشكوتش اللي كيجي معها الزرق اللي كيحميها، اللي كيكونوا شادين الراس. بالنسبه للسيري ديال المداد هو 108، السيري ديال المداد ديالها هو 108، كيكون مصور في الكرتونه الى غير ذلك. الطريقه ديال الخوي ديال المداد سهله، ماشي شي حاجه، عنده واحد البلاصه، يعني كاين لي كيد كل حاجه والبلاصه فين كيتخوى المداد. الطريقه الاولى، نعطيكم جوج طرق الاخوان. الطريقه الاولى هي الطريقه ديال اللي كندير، كتشد القرعه وكتخلي يبقى يهود فيها المداد بحال الطريقه دي. والطريقه الثانيه يعني بالنسبه للناس اللي كيبغيو يخدموا بالمداد الكومباتيبل، كتحيد غير داك الراس اللي كتخشيه لنا وكتبقى تخوي المداد بحال الطريقه هذه. هذه هي الطريقه الثانيه. يعني الصراحه غتبعوا معايا الفيديو، غادي تستافدوا بزاف، وغادي تشوفوا من احتى لزيد كيفاش كنديروا لانستالاسيون ومسائل كامله اخوان، غادي تشوفوها معايا، ما تبقاش حتى شي حاجه غامضه بالنسبه لهذه الاله ديال الاخوان. كتخوي المداد بحال الطريقه هذه. اذا قلنا جوج طرق كيفاش تبقى تخوي المداد. طريقه لانستالاسيون ديالها، الماكينه القديمه كان كيجي معها سيدي، هذه الماكينه هذه ما بقاش كيجي معها سيدي، تفهمنا؟ يعني هذا الدرايفر ديالها، هذا الانستالاسيون غادي تيليشارجيه من الموقع ديال الابسون، يعني غادي تيليشارجيه من السيت ديال الابسون وتانستاليه عادي الاخوان. بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش الانستالاسيون، اذا فاش كنخوي المداد كنشعلوا الماكينه، غادي تبقى تسيني لنا واحد البوله يعني ديال المداد، واحد القطره ديال المداد كتبقى تسيني، كنبقاو موركين عليها واحد خمسه ديال الثواني. هيا شفتوها مسينيه، يعني بقات شعله، غادي نوركو عليها خمسه ديال الثواني حتى تبقى تسيني. دابا غادي تبقى تعمل العمليه ديال الجران ديال المداد، غادي تبقى تجر المداد جر 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 حتى كتسالي، تفهمنا الاخوان؟ وعاد كتعرف بلي الماكينات يعني سالات. دابا الاخوان الطريقه كيفاش غادي نانستاليو الدرايفر، لان بزاف ديال الناس قلنا يعني ما دويتيش على المراحل كامله الى غير ذلك، تفهمنا الاخوان؟ فهنا غادي نعمل لكم داك الشيء بالتبسيط كيفاش غادي تانستالي الى غير ذلك. فكتدخل جوجل عادي الاخوان، طريقه عاديه، كتعمل تيليشارجي درايفر بلانتر L805 او لا L850، وكتعمل تيليشارجي السوفتوير. من الاحسن تيليشارجي السوفتوير كامل باش كيبقى عندك، لان كيكون في السوفتوير هو اللي كيكون فيه داكشي ديال الدرايفر الى غير ذلك. هادشي راه عادي الاخوان. الناس اللي كيقولوا لي ما كتطرقش لهاد المراحل بحال هادو الاخوان، صراحه انا بعض المرات الاخوان ماشي كنحرق المراحل، ولكن كنعطي المهم، فهمتي؟ بعض المرات انا ما كنستهدفش داك الناس اللي يلاه بادين، كنعطي المهم، يعني كنافونسي بعض المرات، فهمنا؟ ولقيت بزاف الناس يعني ما كيفهموش يعني طريقه الانستالاسيون الى غير ذلك، فلهذا اضطريت نعاود فيديو كيفاش كيوت انستالو. كما قلنا كتمشي للدرايفر الاخوان وكتليشارجي الدرايفر ديال البرانتر او لا السوفتوير، راه السوفتوير الفوق الاخوان، من الاحسن تليشارجيو السوفتوير يبقى عندكم، لان فيه جميع الدرايفرات، فيه ديال يعني ديال بي في سي فوتو، فيه ديال بي في سي اي دي، يعني المهم فيه مسائل كامله الاخوان. صافي، ملي كتليشارجا الاخوان كتانستاليه بشكل عادي الاخوان، اي واحد يقدر يانستالي هاد الدرايفر هذا، ماشي شي حاجه الاخوان، وكتطلق التيست ديالك عادي.
فهاد الاله الاخوان كما قلنا كطبع دي تي اف وكطبع يعني سوبليماسيون ماشي دي تي كطبع دي تي اف عفوا وكطبع يعني لي كارت بي في سي وكطبع يعني دي تي اف ولي كارت بي في سي وبابي فوتو. المهم ثلاثه الحاجات الاخوان ركزوا عليهم. صافي اخوان ها هي كتانستالا دابا من عاد ثاني نوركو اوكي صافي وهي غادا تدوز بكل سهوله الاخوان. صافي قسم الاغري اوكي صافي هو داز الدريفر الاخوان تفهمنا داز الدريفر بشكل عادي الاخوان يعني ماشي شي حاجه اللي معقده تفهمنا عادي جدا يعني بالنسبه للناس اللي يلاه باديا انستاليو. دابا غادي ندوزوا الاخوان من ناحيه ديال السبيد من ناحيه ديال السبيد مقارنه مع ال 8050 وال 805 هذا هو الفرق بيناتهم. شوفوا الاخوان من ناحيه الكاليتي الكاليتي والسرعه شوفوا الابسون ال 850 كيفاش دارت في التايم دقيقه و24 ثانيه سهلات وال 805 مازال كتجر تفهمنا الاخوان يعني هذا هو الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم غادي تشوفوا حتى التصايم شحال الفرق بيناتهم في السبيد. شوف يعني دارت دقيقه و24 ثانيه يا اخرى دارت 5 دقائق و33 ثانيه تفهمنا يا اخوان هذا هو الفرق بيناتهم ديال السبيد. وحتى في الكاليتي ملي كدير الكاليتي دابا حنا درنا الكواليتي الكاليتي شي حاجه الهاي كاليتي دابا مثلا بغيتي دير كاليتي يعني ناقصه عاود كت يعني كتجبر في مسائل مقارنه مع ال 8050 مقارنه مع ال 805 دائما ال 805 هي المتفوقه 8050 هي المتفوقه تفهمني اخوان. اذا دابا ها هي كدوزنا البابي فوتو الاخوان ها نتوما كتشوفوا البابي فوتو ناضي تبارك الله ما شاء الله داكشي يا سلام هذا هو البابي فوتو الاخوان لان بزاف الناس ديال الاستوديو كانوا كيخدموا بلي ماشين كبار دابا هاد الماكينه اقتصاديه وكتوفر الاحتياجات لاي واحد الاخوان باغي يبدا المشروع ديالو سواء استوديو الى غير ذلك ولا مشروع ديال دي تي اف. دي تي اف الاخوان غادي تشوفوا معايا فيديو تفصيلي كامل على الاله ديال دي تي اف تفهمنا الاخوان هذه يعني اله رائعه جدا وغادي تشوفوها معايا بالتفاصيل كما كنا كنشرحوا ال 805 غادي نشرحوا هاد ال 8050 يعني بكل يعني شفافية الإخوان. دابا غادي ندوزو الإخوان الناحية ديال دي تي اف. دي تي اف كما كتعرفوا من الأحسن خصك تركب لها ريزيرفوار إكسترن. إلا ما ركبتيش الريزيرفوار إكسترن راه غادي تعاني الإخوان وغادي تخسر لك الماكينة تفهمنا. فلهذا عليها باقي ما وجدتش الدي تي اف ال 850 لأن الريزيرفوار باقي ما كملش يعني الريباراسيون ديالها مازال ما كملتش عليها باقي ما حطيتهاش الاخوان. ملي غتوجد ان شاء الله غادي تشوفوها معايا بالتفاصيل وغادي تشوفوا كاع لي ديتاي. بالنسبه للكاليتي ديال الدي تي اف راه تقريبا فحال فحال زايده الاخوان كما قلنا ال 850 زايده في السبيد زايده في السبيد يعني بحال اللي كنقولوا كتسربي الامور الاخوان هانتوما الاخوان داكشي ساهل ماهل. بالنسبه للبي في سي الاي ديال الاخوان ال 805 كنا كنخدموا بواحد السيري اخر اللي هو الاخوان اما دابا بحال هذا يعني الماكينه الجديده راه ممكن تخدم بالابليكاسيون ديال ابسون هي نيت ممكن تخدم بها البي في سي الاي دي تفهمنا الاخوان يعني سهلوا شي امور يعني صراحه الاله مزيانه ومربحه تقدر تبدا بها المشروع ديالك. اذا دابا كنظن اخوان طرقت كاع داكشي اللي غادي تحتاجو جميع الخطوات اللي تقدروا طرقنا بالنسبه للانستالاسيون قلنا الاثمنه طريقه الخواد المداد الى غير ذلك يعني ما بقات حتى شي حاجه غامضه. نتمنى تدعمونا بالاشتراكات الاخوان وما تنساوش تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد بخصوص قناه عالم المشاريع الاخوان.